حرف بين مادة. هذا هاو راوتنج الان يلعب مغنيسيوم. مغنيسيوم ممتاز. تعرف شو يحطون زاد مش يحضروا اللوح بتاع يحطوا العسل. اي عسل مع مغنيسيوم يصير عندك ثبات وقبضه ممتازه جدا. راوتنج الان. هاو راوتنج. هنا الجمال. هنا الجمال يا اخوي هذا بطل العالم. اسف هنا الجمباز. هنا الجمباز. 14966 نيكيتا. نشاهد ماذا يفعل راوتنج وتحيه كبيره من الجماهير لهذا اللاعب. هذا جهازه ولا مش جهازه؟ هو كل شيء جهازه راوتنج. الجمباز له. لكن حصل على ميداليه فضيه على جهاز المتوازي بالالعاب الاسيويه. يعني جهازه. شوف هذه حركه ممتازه يعني من الابر ارمز يعمل دبل باك حركه هالي. هناك ارتباك صغير. جاينت ودبل تاك. شو الثبات؟ الجسد واحد ها جزء. هنا يا فرونت سترادل فليب حركه دي. دي هذه اضعف واحده يمكن يسويها بحياته. اضعف واحده اضعف واحده. شوف شوف شوف. جماعه هذا بطل عالم مشاهدينا. ممتاز معناتها راوتنج. مش طبيعي. قطعة واحدة. قطعة يعني واحدة. ما تشوف شيء خارج من اليد، اصبع ثابت، كل شيء ثابت. هذا الجسم خادمينه، خادمينه بالذمة لهذه الرياضة يعني. نعم. خادمينه يعني معتنين فيه. معتنين فيه يعني اي احسنت. مهيئين لهذا الوقت صح؟ احسنت. اكيد انجازات عالمية. شوف شوف هذه يعني حركة صعبة جدا وهو مسافة قريبة ومسافة قريبة بس هو يقوم بها بارتفاع جيد يعني من المفروض هذه تقوم بها على اليدين بس هو يقوم بها يعني بالكوع بالكوع. شوف فرونت سترادل سالتو حركات صعبة يعني بدرجة صعوبة عالية فالامتياز. ولكن انا مقتنع ان الروس ايضا هم ابطال. لا لا ابطال. طلعنا يمكن على الدنيا ان الروس ابطال جمباز. هذا العدد نيكيتا عدد قوي جدا ما نعرفش كم شي نجم يفوت العدد هذا راوتينغ حتى بال يعني 87 نقطة على نيكيتا شنو انجازها؟ يعتبر سكور عالي جدا. عالي جدا.